قلتها من غير كلام، بس يقولي أي حاجة وانت فاهم. مودياتك سموحة، ايديك تقبرني. شو وين هديك المنشفة؟ لحشتها بالغسيل. هديك إلى تطريزة من دايرة. ايه الله يصلحك، يعني ما حلا تتوسخ. ما كنت تحفظ طبعي ابن عمي، انا ما بحب حط المنشفة على المغسلة اكثر من يومين. لا انا عم بحكي هالكلام هذا مشان ريحك، ما بدي تعبك. انا مرتاحة بوجودك جنبي ابن عمي، الله يخلي لي اياك يا رب. الله يخلي لي اياك يا سموحة. جاهز الفطور يا ترى؟ ايه تقبرني جاهز. ارتاح شوي على بين ما زق صحون انا. لا لا بدي ساعدك. شو ارتاح؟ اي الله يسعدك يا رب. تسلمي لي سموحة. افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب. افرح يا قلبي. تيري ديري ديري تيري ديري تيري ديري تيري ديري تيري ديري. تفضل ابن عمي. يسلم مدياتك سموحتي، حليتي لي اياها منيح؟ ايه حطيت لك معلقتين سكر لانه هذا صاير السكر الاسمر ما عم يحلي. ايه والله ما عم يحلي. يا سلام عليكي، شو عملتي لنا فول؟ ايه عملت لك صحن فول لحتى تغير طعم تمك. تسلمي لي يا سموحه. صحتين وهنا تقبرني. يا سلام سلم، يا سلام سلم. فعلا طيبين ورابزين. تعيشي تعيشي وتعملي فول يا سموحه. صحتين وهنا تقبرني، صحتين وهنا. تعرفي يا سميحه، صحيح أنا ربي سبحانه وتعالى حرمني نعمة البصر، بس حاسس إنه عوضني فيكي. وأنا حاسة نفس الشيء ابن عمي، يعني لولاك كانت الدنيا سودت بعيني. ليش شايفتيها هلأ بيضاء؟ ملونة مية لون ولون تقبرني. سميعة، يا ترى لو كنا مفتحين كنا حبينا بعضنا مثل هلأ؟ ما بظن. ليش بقى؟ يظهر انت مو واثقة بجمالك واني ممكن انجذب لك، مو هيك؟ انا من جمالي واثقة، بس ماني واثقة من الرجال، لانه اكيد اكيد كانت زاغت عينك لبرا. صدقيني ما كانت زاغت عيني الا عليكي. شجع بالك تتغدى ابن عمي؟ ما بتفرق. لا اللي شو ببالك، شجع بالك. طيب شو رايك تعملي لنا صينية كواج؟ تكرم عينك، بعمل لك صينية كواج، بس ما تنسى مر جيب لي اللحمه والخضره وبعت لي اياهم مع شي حدا. ايه تكرمي، على عيني وراسي. الله معك ابن عمي. الله يسلمك.
دير بالك منيح وانت ماشي. وانت كمان ديري بالك على حالك. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. شو قلت عم يا ابو سعيد؟ بتأمن لي كيس البطاطا؟ ايه تكرم عينك، بكره بيصلك كيس البطاطا على البيت، عود هلا اشرب شاي، عود. شوف هي شايات اكرك عشان ربي يسلمون يا ابو سعيد. اسحبوا 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 يا ابو سعيد، اسحبوا احسن ما يوقع. أنا وياك منتفركش ومنقع هو لا. مرحبا عمي أبو سعيد. أهلين أبو النور، أمرني شو طلباتك اليوم؟ معلش اتركني نقي لحالي. إيه؟ خذ راحتك، الدكان دكانتك عمي. والله يا ابو سعيد ما بتحزن عليه انه ضرير ابدا. ما بيقولوا لك الاعمى اعمى البصيره؟ هذا الزلمه بيطلع من بيته كل يوم الصبح وبيقطع كل هالشارع هاد واللفات والعوجات وبيوصل لدكانته. بحياته ما تفركش بسحاره او ضرب كيس او اصطدم بشي زلمه. صار له 15 سنه ساكن هون، ما شفنا طلب مساعده من حدا او قال لحدا امسك لي ايدي دخيلك. الله اكبر على الاراده. ما في احسن من هالبصلات ابو سعيد؟ مبلا في، ليكو الكيس عندك هنيك، في بصلات اظرف من التفاح. دخلك شو بشتغل؟ خياط. خياط؟ ايه واحسن خياط بهالديره، واذا مالك مصدق اسال عنه. والله على هوا مو شايف كل شي بتصدق عنه. يسلموا هديات حبيبي.
شلون شفت لي اياه؟ الله يسلم هالديار. بتعرفي يا سميحة، اللهم صلي على النبي حولك وحواليك. أنا ما بقدر أطلع عليكي لما بتكوني عم تقطعي الخضرة. وليش بقى؟ بحس إنه بأي لحظة ممكن تجرحي إيدك. لا تخافي علي، متعودة. بعدين يعني المفتحين ما بيجرحوا أصابيعه؟ قولتك، شو على راسهم ريشة يعني؟ يا ستي، أنت نضايفية ومتقنة كتير، أكتر من كل هالنسوان المفتحة اللي بالحارة. تسلمي يا مروان، هذا من لطفك. يلا لأقوم سقط الرزات. ساعدك بشي؟ لا يسلموا دياتك، ارتاحي انتي دقيقتين وبرجع لك. حصلت لك يا على الموضة ها؟ طول عمرك مزوي يا ابو النور، قديش امرتني؟ رو ولا بعدين تحاسب، مو مشكلة. الله يعطيك العافية، السلام عليكم. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله معك، مع السلامة. الله يعافيك، اهلا وسهلا. بدي افصل عندك بنطلون. ايه اهلين وسهلين، جاي معك القماشه؟ ايه تفضل. هات لشوف. تفضل. ورجيني. هاي قبردين مصوفه. يعني منيحه؟ ايه منيحه، بس مالك كبره، بتجي عليك قوام. ايه يلا سيدي، شو رح نحارب فيها نحن؟ اللي يا ابو النور، كم قياس بدك تاخذ لي؟ انا ما باخذ غير قياس واحد وبحفظه حفظ، وبعد يومين بسلمك البنطلون جاهز، ولا يهمك، ما رح اعزبك انا. ماشي الحال. توكل على الله. الاتكال على الله دائما وابدا يا ابني. يا لطيف تلطف، يا معين العاجزين، يا ارحم الراحمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا ابني، مشي الحال. شو بدك تطبخي لنا اليوم سميحة؟ شو رأيك أعمل لك أكلة محاشي من تحدياتي؟ محاشي طيبة كتير جبتيها سميحة، صار لك زمان ما طبختي لنا إياها. خير يا طير؟ من إجانا عند الصبح يا فتاح يا عليم؟ يا الله يا معين العاجزين. بكرة ألف ساعة مرحبا. اهلا وسهلا امر. حضرتك نوري فتح الله؟ اي نعم انا نوري. مين انت بالصغرى؟ انا موظف من البلديه وجاي بلغت انذار. انذار شو؟ انذار باخلاء البيت. انو اخلاء؟ انو بيت؟ بيتك. البلديه بدها تستملكه مشان توسع الطريق. انو طريق؟ هاي الحاره بدها تصير ساحه. وانا شو دخلني؟ يعني ما حلي لهم يعملوا ساحة إلا عندي بالبيت؟ هيك المخطط التنظيمي يا عم. لا حول ولا قوة إلا بالله، منين اجتني هالمصيبة أنا؟ تفضل وقال لي هون إذا بتريد وخليني اتيسر. طيب ونحن وين بدنا نتيسر؟ يعني وين بدنا نروح بحالنا نحن؟ من هالناحية اطمن، البلدية رح تعوضكم عن هذا البيت ببيت جديد. وين البيت الجديد؟ بنفس الحارة؟ لا طبعا مو بنفس الحارة. وين لك ها؟ بضاحية عدرا السكنية. عدرا؟ اوه شو بياخذني على عدرا انا؟ انت مبين عليك مو ناوي توقع، ماشي الحال، وهي رح اعلق لك الانذار على الباب. بتعلقه على الباب على الشباك مو مشكلة، بس المشكلة انه عدرا بعيدة، بعيدة كثير، ومثل ما لك شايف انا ضرير، عاجز، عاجز انا ما بقدر اسكن هنيك. ضاحية عدرا على عيني وعلى راسي، بس انا شلون بدي اجي كل يوم على دكانتي؟ لك ابني بضيع الطريق، الله وكيلك بضيع. انت قول هالحكي لرئيس البلدية ويشرح له حالتي، وهو اكيد رح يلغي الساحة. شو بده بالساحات هلا؟ مو
مو وقتها ابني، خليه ينتهي بالمشاري. بصدق بالله يا ابني انه الطريق من هون لدكانتي ضليت سنتين حتى حفظته. بقى كم سنة بدي لأحفظ الطريق من عدرا لدكانتي؟ اه كم سنة بدي ابني؟ شو رحت؟ وينك يا اخ؟ يمكن راح وما سمع شيء. ما في شيء، تفركشت. بس ما في بالعادة تتفركش؟ ما في بالعادة وتفركشت. شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ مع مين صار لك ساعة واقف على الباب؟ مع موظف البلدية. يعني مع الزبال؟ مو الزبال، عامل لك موظف البلدية. وش بده منك؟ ما بده شيء، بده يهد لنا البيت. ابو النور وعدني اليوم يسلمني البنطلون. ايه شو عليه؟ بيسلمك يا بعمره ما خلف بموعد ابو النور. بس تعرف بدك تلبس بنطلون من احلى البنطلونات اللي لبستها بحياتك اليوم. ها ليكو اجا. طيب ليش ما بتبعد صناديق الخضره من طريقه؟ لا تخاف، بيعرف محله وبيبعد لحاله. لا تخاف عليه منوب. لا لا وقع عذرة. شو اخذ لي عذرة؟ الله عليك، الله يجيرك. انا مالك، انا مالك. شبك اليوم؟ شبك خير ان شاء الله. يعطيك العافية عمي أبو النور. الله يعافيك، أهلا وسهلا، تفضل يا ابني. إن شاء الله خلص البنطلون. إيه خلاص خلاص، خلصت لك إياه من شوي. تفضل إيسا جوا. ربي يسلمون. الله يسلمك. عدرا، شو بده ياخذني انا على عدرا يا ربي؟ بعدين انا شو دخلني؟ اذا كان رح يعملوا ساحه ولا ما رح يعملوا، ضروري ساحه تنعملها على حسابي يا ربي. عدرا والله بعيده علي، عدرا مو حرام عليهم؟ طمني، شلون طلع البنطلون؟ ممتاز كثير، الله يعطيك العافيه. اتوصيت لك فيه مشان ابو سعيد وعملت لك اياه على الموضه. بس انا ما كنت عارفان انه الموضه بهالايام شورت. شورت؟ شو قصدك يا ابني؟ قصدي انه البنطلون قصير 40 سنتي. دخيلك لا تاخذني يا ابني، ملحق علي، الحق على الساحه، قصدي على عدرا، على البلديه.
استنى لفهمك الموضوع. البلدية بدها تفتح بيت بعدرة، وأنا لازم أخلي البلدية قبل ما يهدوها فوق راسي. علقوا لي الدكان على باب الإنذار هون، وقال بدهم يعطوني عدرة جديدة، بس مو هون بالدكان، بقى لازم أعترض. عدرة والله بعمري ما رحت لهنيك، بعيدة علي عدرة، ما بعرف حدا هنيك، بيتي ودكانتي بعدرة. يا ربي شو أخذني لهنيك؟ شو عرفني أنا عدرة؟ والله ما بعرف حدا هنيك، وحرام يعطوني لهنيك. يا عوازل فلفلو ما قلي وقلتي له، يا فلافل يا عوازل فلفلو ما قلي وقلتي له، وجاني ورحتي له، يا فلافل يا عوازل فلفلو يا وزين فلفلو. يلا اي غزت الابره باصبعتي. يا على مهلك انت تانية، على مهلك شو صاير علينا؟ ما انك شايف قديش قماشه طالمانطه سميكه، ايه بالزرعه ما تفوت الابره فيها. معلوم السميك، اسمك من هيك القماشه ما عاد فيه اصلا. هلا اذا بتفتلي السوق بشر شبر شبر، ما بتلاقي مثل هالقماشه. ايه مالك شايفني قديش مفخت نياعي لحتى الاقي هيك قماشه؟ ايه اصلا موضه هالمانطو وهالقماشه بطلت من زمان. ايه لا مو صحيح يا مسكي، كل شيء ممكن تبطل موضته الا هذا، لانه هذا مانطو مو جوز جرابات لحتى يطلعوا له كل يوم موضه شكل ورسمه شكل. وانا امتى الله بده يتوب علي بقى من هالمانطو المعد؟ لك حاجته 20 سنه خدمه، لو كان حديد كان انفنى. انت قلتيها بلسانك، معناتها طاين معنا احدد اكثر من الحديد. يعني مانك شايفه شلون صاير؟ ايه لا هيئه ولا كسم ولا لون، واحد غيره كان شحده وخلص من هالهم. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت؟ انا هذا المانطو مستحيل استغني عنه ابدا، بدي ضل لفه على بدني لحتى موت، ومو بس هيك رح اكتب وصيتي كمان يكفنوني فيه وينزلوني فيه على القبر، لانه هذا المانطو قيمته معنويه. فهمتي؟ معنويه. هذا المانطو تاريخ كامل، تراث، هاد فركلول. لا حول ولا قوه الا بالله. ايشو مانطو هتلر هو؟ عم تتمسخري؟ أنا عندي يا أهم من هيك بكتير، لأنه أول شيء هالمانطو من ريحة المرحوم أبي، والمرحوم أبي الله يرحمه ويجعل مستواه الجنة. قولي آمين. آمين. ما حصل عليه بالهين، اتكلف كتير لحتى قدر يحصل على هيك مانطو. يعني قديش دفع حقه؟ ما دفع حقه ولا قرش دفع. لك شلون جابه؟ سرقة؟ لك شو سرقة؟ ليش هيك بتحكي انتي؟ شو هالملافظ البشعة هي؟ أبي يا خانم كان مع الزوار اللي حاربوا المستعمر الفرنسي، وتمكن انه يصطاد ضابط فرنسي ويقتله. يعني قتله مشان المانطو؟ شو عم تحكي انتي؟ انتي شو عم تحكي؟ معقولة أبي الله يرحمه ويقتل بني آدم بمشان مانطو؟ شو هالحكي الفاضيات؟ أبي يا أمزكي قتل الضابط تلبية لنداء الوطن، الواطن الوجبي، الواطن الواجب الوطني نداء، وأبي لبى النداء. يا ترى ما لقى مصاري بجيوب الضابط الفرنساوي؟ بلى لقى مصاري، بس سلمها للسوار وهو أخذ المانطو والبارودة. يا أبو زكي، أبوك والسوار والواجب الوطني على عيني وراسي، ما قلت لا. إيه بس أنت صار لازم تغير هالمانطو، لك الناس صارت تعرفك من أول ما تنبس من الحارة من هالتحفة اللي أنت لابسها، وشوية تاني أهل الحارة رح يسموك أبو مانطو بدل أبو زكي. أوه، وإن شاء الله يسموك إلك أم مانطو كمان. شو هالشغلة المهمة يعني؟ بس شيت إني غيره ما رح غيره.
تفضل الاستاذ. يسلموا ايديك يا ابو زكي، يسلموا ايديك. ماتوا يا ابو زكي، شلون هالمانطو معك؟ والله والله بيدعي بسلامتك. ويا ترى عم تعمل له صيانه يا ابو زكي؟ صيانه؟ ايه عم بعمل له. ابو زكي احسن شيء انك تعمل له طلب اصلاح وتنزله على المرهاب. ولا وينك؟ انا برايي تجيب خرزه زرقاء وتعلقها على القبه مشان العين. موجود 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 الخرزه الزرقاء. ليك وينك؟ ليك ليك وينك؟ شو وين؟ سيادة العودير المام المدير العام. لك اهلين بابو زكي، منيح الله بعت لي اياك. تعال تعال شوف. تعال. خير خير سيدنا، شو القصة؟ شايف يا ابو زكي، دولاب بنشر معي والسائق ما معي لحتى يساعدني. ما يهمك، ما ي... انا جاهز سيدي، ولا يهمك، انا تحت الطلب. امرك سيدي امرك. يلا ابو زكي يلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدنا. الدولاب جاهز. الدولاب جاهز يا سيدنا. الله يعطيك العافية يا أبو زكي. الله يعافيك يا سيدي ويخلينا ياك، ولا يحرمنا من يحرمنا منك يا سيدي. يلا بسرعة يا أبو زكي. يلا حبيبي يلا. بتأمروا بتأمروا شيء تاني سيدي؟ لا أبو زكي طلع لوصلك معي يلا. لا لا أعوذ بالله، بحبر دالي بدبر حالي سيدي ماشي. يا أبو زكي خلاص طلع لوصلك. طيب طيب سيدي، عدم المؤاخذة بس لجيب المانطو. يلا جيب المانطو. وين المانطو سيدي؟ هلا كان على السيارة هون. وين وين راح؟ تعرفوا شفتوا شيء؟ المانطو صحي وين راح؟ المانطو هون كان، يمكن سرقوا لي يا سيدي. المانطو المانطو يا هو، المانطو يا خلق، المانطو سرقوه، المانطو المانطو يا عالم، المانطو يا هو. مرحبا مرحبا يا اختي. اهلين. شفت شفتيلي شفتيلي مانطو مانطو نحاس طواله وزرار؟ شان؟ قصدي مانطو 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 نحاس نحاس وزرار. شو انت مجنون؟ شو عم تحكي؟ مانطو الي انا، لا تفهمني غلط. خلاص خلاص، شو انت مجنون؟ مالي مجنون. قلتك قلت الشنتير وعم تفتش على البنات. انا قلت الحياة ما عم نطش لك. مانطو مام يخرب عاي. لا عم شو 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 انت هنيك؟ هي تعال الله يرضى عليك، تعال الله يرضى عليك يا حبيبي تعال. نعم تعال الله يرضى عليك. انسرق لي انا ازرار مانطو طوال ازرار نحاس بهديك الحارة هنيك. شفته شيء؟ لا ما شفته. الله يرضى عليك، اذا شفت حدا حامله لان نحاسه العلامة طواله ما شفته؟ ما شفته؟ ما شفته؟ لا ما شفت شيء. ما شفته؟ ولي على قامتك، ولي على قامتي، ولي على قامتي. عود بشوف عود. عود سيدي. ايه عود عود. حاضر. وقلي لشوف شو مواصفات المانطو؟ سيدي مانطو طويل لونه عسكري نحاسه زراره نحاس يا سيدي. يعني جديد هو؟ لا سيدي مش طير جديد، مو بطير جديد، بس سيدي هذا كان لابسه ضابط فرنسي بأيام الانتداب، وأبي كان يومها من الزوار، ولما الواطن الوجبي ولما الواجب الوطني نادى الوالد الله يرحمه للدفاع والزود عن حيوه عن حمار عن حياض. هالتفاصيل كلها هي ما بتهمني، عم بكتب بالضبط انا، مو موضوع انشا ولا درس تاريخ. حاضر حاضر سيدي حاضر. بتشك بحدا؟
والله ما بعرف بشين بدي مك بمين بدي شك سيدي. يعني برأيك مين ممكن يكون السارق؟ والله ما بعرف يا سيدي، يعني في غير وحدين ولادين الحرام يا سيدي. طيب بسيطة. امتى رح تمنطوا لي؟ امتى رح ترجعوا لي المنطو سيدنا؟ وقت منكمش الحرامي. وامتى رح تحرموا؟ رح تكمشوا الحرامي؟ امتى يعني؟ وقت ربك بيفرجها. بعدين ليش كل هالقد لحوح انت ها؟ شو انت اول واحد بينسرق له جاكيت؟ مو جاكيت يا سيدنا، مو جاكيت، مانتو تاريخي، مانتو اسريات يا سيدي. ايه خلص مو مشكلة. انت اترك هون عنوانك ورقم تليفونك ونحن اذا صار شي معنا بنتصل فيك. هي يا فرحة قلبي، خلصنا منه على اهون سبب. شو قصتك انت؟ شو قصتك يعني شمتاني فيني؟ مو شماتي لا سمح الله، إيه بس انت ما كنت تتنازل عنه بالهين لحتى راح من ايدك هيك خطف مثل القدر مستعجل. ايه بالفعل خطف من ايدي خطف. لا تزعل عليه تقبرني، يعني عمره خالص، حاجته 50 سنة خدمة، يعني عمل اللي عليه وزيادة، الله يعطيه العافية. لا مو شيء هيك، بس المشكلة انه الدنيا جاية على زمر وبردرير، على برد وزمهرير. ليش ان شاء الله رح تترك حالك هيك؟ يعني بلا مانطو ولا جاكيت؟ شو بدي اعمل لك انا؟ تقبرني، انزل بكره على سوق البسطات واستنضف لك هيك شي مانطو يكون مرتب واشتري. ليش؟ فكرك رح لاقي مثل هداك المانطو؟ عليم الله كان يبرد القتل، كان يقتل البرد قتل، يفتك في فتك. ما اختلفنا، بس المهم تكسي حالك على هالشتوية. طيب وبلكي بعد ما اشتريت اجدام مانطو جديد من سوق البسطات انحرم، انكمش الحرامي ورجع لي المانطو القديم، بهالحالة بكون خسرت حق مانطو على الفاضي. لا سيدي مو خسارة، هيك بصير عندك بدال المانطو 2 بتبدل فيهم طول هالشتوية، مو احسن ما تضل لابس لي هالماركه المسجله طول الوقت؟ طيب ماشي الحال، بكره بنشوف. عرب يا سيد، تعال شوف القطه ما احلاها. مور عمي، خذ طلبك. قالين يا استاذ، عرب حبيب، خذ لك قطعه للشتويه. عرب، اهلين حبيب، تفضل عمي، تفضل يا حبيب، اهلا وسهلا. عرب يا خيو، عرب، حلوه كثير القطعه عليك ها. يا سلام، حلوه كثير، يا اهلا وسهلا. عرب عمي، يا سيد، عرب يا حباب. مور عمي، شو طلبك عليه؟ يعفيك العاطي، يعطيك العافية. الله يعافي قلبك. دخلك في عندك خرجو مانطي؟ نعم. مانطو خرفي؟ ايه على راسي، خود اشوف. شو رايك بهالمانطو؟ ما بعرف قسمه، ما عجبني. في عنده غيره؟ في عندي غيره؟ عنده غيري؟ عندك؟ بسيطة، خود اسلي هاد، هذا تمام، قياسك تمام. شرف عمي، اهلا وسهلا. مور يا معلم. ما بعرف قسمه، مزري. طيب اللي لشوف، شو اللون اللي بدك اياه؟ مو مهم اللون، المهم يدفئني ويكون منيح. فهمت عليك، عندي طلبك. وين طلبي؟ جايك بالحكي، عندي مانطو بفلج جديد خلنج، صاحبه مو لابسه اكثر من سنه، يبدو كان لواحد صاحب نعم، جوخه انجليزيه وتفصيل طلياني، على الموضه تمام. بقى شو رايك تشوفه؟ وينه؟ ليش مو عرضه هون؟ هذا ما بنعرضه الا للزباين السبيشال اللي مثلك، مو مين ما كان بيفهم بهيك بضاعه. هاشو لتوف، هاتو لشوف، خلصني. تفضل شوف البضاعة وصلي على النبي، وإذا عجبك بحسب لك يا بألف ليرة.
العمى. معقولة؟ معقولة؟ خير شوفي ولك هذا المنطق تبعي نفس الزون نفس اللون ونفس الزرار. شو عم تحكي انت؟ هذا مستورد من برا. لك شلون مستورد وما مستورد؟ عم اقول لك هذا المنطق الي انسرق مني الجمعة الماضية لما 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 كنت عم دلب صلاح عم صلح دولاب مديرنا. ليكو ليكو لك شوف مدروس من جوا هالجيبة درستها أم زكي قبل السرقة بيوم. طول بالك يا أخ حاج تعيط ولا صلعتني. شلون ما بدي عيط؟ المنطق إلي وستين إلي. طيب بدي عيط فهمت ولا ما فهمت؟ طيب فهمت؟ طيب طيب يا أخي طيب طول بالك ما بصير اللي بدك يا عن إذنك لحظة. شو عن إذنك لحظة شو هاد؟ فعلا الحال الملال الا ما مال الحلال الا ما يجرع يرجع على صاحبه. لا تواخذنا معلم اكيد صار سوء تفاهم. شو يعني؟ يعني اكيد شيء بالحرام معنا يا شو ما فهمت شو يعني كمان اخي طالما المنطق لك خده ما بدنا منك لا ابيض ولا اسود. هيك 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 بيحكوا الناس الاوادم فهمت؟ حاضر 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 يلا يلا خصها ضببني ضب خلصني على أوام. راسي على أوام. راسي على راسي اهلا وسهلا يلا ها تاكل عم عينك. تفضل يا اخي تفضل يا حبيبنا ان شاء الله الف مبروك. هاتوا نعم مع السلامه. فشنا 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 وعشنا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم اخي قد ما بدك هات حسن ترقك وزمارك حسن ترقت حسنك وزمارك. شو شايفتك راجع مبسوط؟ ايه وليش لحتى ما اكون مصبوط مبسوط معناها اكيد توفقت بالسوق لقيت طبعا. توفقت بالسوق توفقت اسكر اكثر مما تتصوري. هات لشوف ورجيني شو اشتريت. شوفي قولي على قامتي ان شاء الله. ولك مو هذا هو المانطو القديم؟ هو بعينه. شفتي شلون الحال الملال المال الحلال بيرجع لاصحابه. ليش انكمش الحرامي؟ لا لسه ما انكمش بس ان شاء الله رح ينكمش على ايدي انا. لك منين اشتريت المانطو؟ من سوق البالي؟ لا سوق المالي سوق البالي مسكر حماية الصناعة الوطنية. بس الحقيقة مزكي التجار الكبار واقفين لهم بالمرصاد ما عم يخلوهم يبتزقوا. بس أنا عم دور على مانطو جديد بسوق البسطاط لقيت مانطوي هان معروض للبيع وان شاء الله رجعت اشتريته. شو مجنون انا لارجع اشتريه؟ لما عرفوا اني صاحب المانطو اعطوني اياه ببلاش. يلا منيح وفرت حق مانطو جديد. الظاهر مكتوب عليك تقضي كل عمرك جوات هالمانطو. بس وينك امسكي انا ما رح اسكت ابدا. ها ما فهمت عليك. فكرن هنين يعني يسكتوني من مانطو. شو قصدك؟ مو قصدي شي بس انا من بكره رايح على المخفر واشتكي عليهم. انا برجيهم انا. طيب هن شو دخلون؟ امزكي لو كان ما دخلون ما كانوا تنازلوا عنه بهالسهوله. هدول اكيد صعابه عصابه عصابة كبيرة ومنظمة. يعني يمكن ناس بتسرق وناس بتدفر ويمكن ناس تبيع بالبالي. لك لا مو بالبالي البالي شغلة نظامية كتير. بالعكس أكلين هوا المساكين. هلأ أنت شو بدك بيع الشغلة؟ قد العصابات أنت طالما هالمانطو رجع لك سالم غانم. عود بأرضك والبول وترك كمش العصابة على غيرك.
ما بيصير العد، ما بيصير اقعد والبد. واجبي هاد مزكي، واجبي. اي مشارف وطين، اي مواطن شريف مثلي، من اهم واجباته انه يبلغ السلطات، السلطات ويرشدها ويزودها بالمعلومات عن اللصوص والحربية والعصابات. لك يا ام كزي يا ام زكي، هذا سوق حربية، حربية لك نهبجية، هدول همجية. بس ما في بس الشغلة، ما فيها بس ابدا. شوفي شوفي لقلي، انا بالمسائل يلي بتتعلق بالواطن الوجب، بالوجب بالواجب الوطني والغيرة على مصلحة الوطن، ما بتهاون انا ابدا. مثلي مثل ابي الله يرحمه، الله يرحمه، لما طعن الضابط الفرنسي بصدره وشلحوا البارودة والمامطو، مثله انا. ما بعرف، انا حاسة انه هالشغلة مو شغلتك. شلون شلون مو شغلتي انت التانية؟ ما بصير نسكت حبيبتي، ما بصير. بالبلد في حرامية عم ترسح، عم تمرح، عم تسرح وتمرح، ولازم نكشفهم نحنا. بعدين إذا دريوا إني بعرف وساكت بيتهموني، بيتهموني بالتكتم. ها والله أنا خايفة يوجعك راسك، قصدي يعني أنت مو قد هالحملة. أنا يلي بعرفه يا أم زكي إنه البلد عم ترجع على ورا، وكله يا أم زكي من السرقة. البلد مشتغل فيها نهيب ونحن ساكتين. بقى لامتى لامتى انا ما رح اسكت، وبدي اقوم بواطني الوجبي، بواجبي الوطني. هيك ابي الله يرمح لي، الله يرحم لي، هيك رباني. لا يمكن ام زكي، شوف شوف، انا لا يمكن اسمح للبلد ترجع لورا وتسرح فيها الشبيحه، العصابات والشبيحه. صحيح انا اذن بسيط، بس مالي سراء، انا مالي حرامي، ولا حدا بيقدر يضحك علي. انا منوب. هلا وقفت الشغله على مانطوك. ولك يا ام زكي افهميني، يا روحي افهميني. صحيح مانطوي عزيز علي، ويلي بده يسرق لي اياه كانه سرق عمري، وصحيح رح يرجعوا لي اياه، بس الغالط، الساكت عن الغلط شيطان. يعني ليش هالناس بتتستر على الحرامية؟ مالي عرفان، والله مالي عرفان. بيقولوا هذا حرامي وبيسكتوا، بيسكتوا، ما حدا بيحتقره، بالعكس بيحترموه لأنه عنده مصاري، عنده. بقى يا أم زكية يا حبيبتي، شوفي، لما بتكتر الحرامية والسرقات بينخرب، بينخرب الاقتصاد والتوازن، بينعدموا، لانه ناس كروشون كبيرة وناس خف الريشة، يعني مثل القبيل والجعيصو، واحد فوق وواحد تحت وواحد. خلص خلص فهمت عليك، فهمت. تعال تعال عود كلك لقمة. فظاعة فظاعة عالسنوان، عالنسوان، شو عقله مصغير. فظاعة يعني التقى المانطو؟ نعم نعم سيدي التقى، بس المجرمين، بس المجرمين والأشرار واللصوص لسه ما التقوا يا سيدي، لساهم خارج عدلة قبضة العدالة سيدي. هلا خارج قبضة العدالة ولا داخلها؟ أنت شو بدك يا شغلة؟ سيدي أنا كان قصدي أنت شغلتك تدعي على اللصوص وبس، مو تعطينا حكم ومواعيز. قلي أنا أشوف، بدك تدعي على البياع وشريكه؟ طبعاً يا سيدي بدي أدعي، لأنه بتبلد بتخرب البلد إذا سكتنا عن اللصوص سيدي. ولك هلا أنت شو دخلك بالبلد؟ اكتب لنا عنوان محل هلا وأوصافه، ونحن بنعمل التحريات اللازمة. حاضر سيدي. فوت اكتب لي هون عنوان اشوف. لا تواخذوني سيدي، شق خطي مفشكل شوي. معلش بسيطة. وامتى وامتى رح تلقوا القبض على الصل، على النص، على النص المجرم سيدنا؟ لك انت شو مفكر القاء القبض على مواطن بيتم بهالسهولة هي؟
الموضوع بده ابحاث واثباتات وادله. خلاص خلاص انت ما عليك، تريك الموضوع علينا ونحن نتصرف. حاضر سيدي، حاضر امرك. وين رايك؟ على البيت، على البيت. وليش اخذ معك المانتو؟ شو بدي اعمل فيه لكان سيدي؟ حطه هون، حطه هون، حطه على الطاوله. حاضر حاضر. هذا لازم يضل عنا مع الضبط لحتى ينتهي التحقيق. نعم نعم. خير، في شيء؟ ما قال، بس اكيد يوم تشغلين شغلة يومين، ما بعتقد تسحب معهم اكتر من هيك. يا خوفي ياخذوك ويجيبوك على هالمغفر شي شهر زمان. لا لا، شو هشر، شو شهر؟ معقولة تضل العصابة خارج عدلة القباطي قبضة العدالة شهر؟ هلأ بيكونوا عم يراقبون لحتى يلقطون بالشهد المجروم، بجرم المشهود، ويثبتوا عليهم الجرم ويدقون بالسجن، ومو بعيدة أبدا يعملوا لهم خلقة خصوصي، حلقة خصوصي ببرنامج حكم العدالة بالراديو. من أبرز الكليات في جامعة حلب اليوم كلية طب الأسنان، وهي واحدة من الكليات. شو صار معكم سيدنا؟ بإيش؟ موضوع المانتو المعطف تبعي يا سيدنا. أنا معطف؟ ها إيه إيه، هلا ذكرت، حطينا العصابة تحت الرقابة الشديدة، الموضوع قرب ينتهي. الله ينصركم يا سيدنا. بس الحقيقة يعني أنا إلي عندكم صغر طلب صغير. خير. يعني سيدي الدنيا صارت شتوية وأنا ما عندي غير المعطف اللي حطيتوا ايدكم عليه سيدي كدليل اثبات على العصابه، فيا ريت هيك تأمروا يعني تعطوني اياه، ولما بيلزمكم برجعوا سيدي برجعكم يا انا. صعب كثير، ما بيمشي الحال. طيب عيروني يا سيدي، عيري بس يعني اسبوع زمان لبين ما يمرق هالزمر هالبرد والزمهرير. يا حبيبي عم اقول لك صعب كثير، ما بيمشي الحال، بعدين الموضوع مو بايدي انا، وحتى لو انا وافقت امين المستودع مو ممكن يوافق. انا مستودع سيدي؟ مستودع الوزاره اللي حولنا المعطف تبعك عليه. هلا معطفي صار مستودع الوزاره سيدنا؟ ايه طبعا. لك وين بدي احط لك يا؟ عندي بالبيت؟ لا سيدي عفوا. على كل حال راجعنا بعد يومين ثلاثة إلا ما يكون بين معنا شيء. نتجه إلى هذه اللوحة المرسومة لصاحب كتاب الرحلات المطبوع عام 1845. يعفيكم، أعطيكم العافية. جبت الشاي أهوي. تفضل الأستاذ. شو هاد يا أبو زكي، شو هاد؟ ليش هيك طالع بطالاميس؟ شو مالك حاسس بالزنطاري؟ بلا شو ابو زكي؟ لسه ما افرجوا لك عن المانتو؟ لا لسه، ووعدوني بهاليومين قالي. صار لك شهرين وانت عم بتقول بهاليومين، ابو زكي رح تخلص الشتويه. شو بدي اعمل يا حبيبي؟ هن هيك عم يوعدوني، لانه في حراميه بالبلد، في هيك هيك على ما يظهر. يعني رح تقضي كل الشتويه على طه القميص؟ ابو زكي شو رأيك نعمل لك لمية ونجمع لك حق مانتو جديد؟ لا يا استاذ، هي ما بريدة منك ابدا، ما بريدة. انا مو عاجز اني اشتري مانتو جديد يا استاذ، بس انا بدي المانتو تبعي، بدي اياه هو، لانه عزيز على قلبي كثير هالمانتو. هالمانتو في ريحة المرحوم ابي، في ريحة بيتنا وريحة الماضي كله تبعنا. لما بلبسه
بحس حالي رجعت 30 سنة لورا. بتذكر أيام شبابي وأيام العز اللي كنا ماشيين فيه. هو صحيح أنا بشتغل على القهوة والشاي والكناسة والمسح، بس أبي كان من سوار الغوطة، كلهم بيعرفوا من سوارها. هالمانتو هاد هو الوسام اللي أخده أبي، وهو الشيء الوحيد اللي عم يربطني بالماضي يا أستاذ. أنا ما حبيبي شان الله فهم، أنا ما بدي تشفقوا علي، تعملوا لي لمة، ما بدي منكم غير إنه تتركوني بحالي مشان الله تركوني، بكون كتير ممنون. الله يصلحك، ليش هيك حكيت معه؟ ما كنت بعرف انه راح يتحسس لهالدرجة. على كل حال انا رايح اعتذر منه. قعد تقبرني، اشرب كاسة هزورة بتدفي لك بطنك منيح. مسك تقبرني مسك. يكلموا يسلموا ايديكي. يعني لو سمعت مني واشتريت مانتو ما كان احسن ما يصير فيك هيك؟ ليش فكرك شو صار فيني؟ يعني ما كنت بردت هيك. انت بهالسن لازم تتدفى منيح. يا ام زكي بصراحه انا ما عاد في شيء يدفيني. يو شو هالحكي؟ بنت ما عم بقلك يا ام زكي، من وقت ما راح المانتو أنا بردان من جوا، حسيت إنه ناقصني شيء وهالشيء ما ممكن يتعوض، وكأنه روحة من شافي، وكأنه شافي من روحي راحت مع المانتو يا أبو زكي. إيه بعيد الشر عنك، شو هالحكي اللي عم تحكيه يا أبو زكي؟ هي الحقيقة يا أبو زكي، خايف إذا حكيت هالحكي قدام حدا تاني يقول عني مجنون او مخرف. يلي اخذوا مني المانطو ولحشوا بالمستودع ما عرفوا ابدا انهم كانهم اخذوا مني ابي وذكرى ابي والماضي تبعي كله. يا ريتهم اخذوا شيء طلع من طلوعي ورجعوا لي المانطو يا امزكي. لا حول ولا قوه الا بالله. طول بالك ابو زكي، هاني كلها كم يوم ان شاء الله بتنكمش العصابه وبيرجع لك المانتو. اشوف هالكم يوم قديش رح يصيروا، والله ما رح يجي باخرتي الا هالكم يوم. انا بحب اشرك يا مسكي لانه نحن القينا القبض على العصابه. شو هالحكي يا سيدنا؟ طلعت عصابه كبيره كتير مختصه بس بسرقه الاواعي من الغسيل. الله 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 يبارك فيكم يا سيدنا. وطبعا اعترفوا بكل السرقات والجرائم اللي ارتكبوها، ومن بيناتهم سرقه المعطف تبعك. هيك الف 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 حمد لله وشكر لك يا ربي، عقبال اللصوص الكبار. بس يعني بقدر سيدي امتعت استلم المعطف يا سيدنا؟ ايه طبعا، وهي الورقة المستودع. بموجب هالورقة هي تستلم المانتو. شكرا يا سيدنا. الله معك. يخلينا ياك. هذا المانتو إلك؟ نعم إلي. بدك تروح تستلمه من المستودع المركزي. بس رئيس المخفر المخفر اللي هون. صحيح كان هون. بس نحنا ما منخلي الأمانات عنا لمدة شهرين، بعد الشهرين منحولها للمستودع المركزي. طيب وينه هذا المستوصف الموضعي؟ المستخمر؟ المستوصف؟ وين؟ هات لأكتب لك العنوان. تفضل. شكرا. هويتك معك؟ نعم هويتك
معي تفضل. ستة سبعة صفر سيك. لحظة تفضل استلم. شو هاد؟ ليش قصير بالمانطو؟ ما في شيء، بجوز من الجرادين يلي بالمستودع. يخرب بيت الجرادين، ما خلينا طريقة لمكافحتهم إلا وجربناها، ورغم هيك لساعتهم عم يزرحوا ويمرحوا بهالمستودع. يبدو صار عندهم مناعة. شو صاروا؟